ايه يا غالية؟ مش هتلبسي ولا ايه؟ لا يا بابي ما لبستش. انتي مش ناوية تيجي معايا الخطوبة ولا ايه؟ معلش يا بابي انا تعبانة شوية، روح انت لوحدك. انتي عارفة ما ينفعش اروح لوحدي. بص يا بابي أنا عمري ما هفرض عليك رأيي ولا هقولك تتجوزها أو ما تتجوزهاش، عشان أنت حر ده حقك، بس بليز بقى ما تضغطش عليا، أنا مش عايزة أروح. وعلى العموم ألف مبروك. أوكي بس أنا متأكد إنك أنت فاهمة جيجي غلط. بابي فهمتها أو ما فهمتهاش مش هيغير أي حاجة، أنت اللي هتتجوزها مش أنا. سامتك. باي. مامي هو انت زعلانة عشان جده هيتجوز؟ لا يا حبيبي. امال ليه انت كمان مش هتتجوزي؟ عشان انت عليا كفاية يا استاذ رامي. وانكل يوسف مش هيتجوزك؟ ايه؟ وانكل يوسف مش هيتجوزك؟ انت جبت الكلام ده منين؟ مش من اي حد. طيب يعني لو انكل يوسف حب يتقدم لي ويتجوزني انت هتوافق؟ متاكد؟ بجد؟ بجد؟ طب تعالى طب تعالى بقى هات بوسه طب تعالى بقى هات بوسه هات بوسه هات بوسه. بقول لك ايه يا زوزه القعده كده هتنشف علينا. لا يا اختي هات لنا عكاشه عشان نفرفش شويه. ايوه 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 عكاشه ده انا بحب عكاشه ده اهو. ايوه قول يا عكاشه قول. انتي لسه يا اختي هستني اما يقول. يلا يا اختي نروح نلحق البيت جيجي العريس زمانه وصل. يا فرحه قلبي اما انا فرحانه لجيجي بشكل ما صدقت انها هتتجوز وخدتها من قصرها كده. يا فرحه قلبك يا وليه يا وليه يا منافقه انت يا فرحه قلبك ده انت اساسا ما بتقبليش جيجي ولا الهب والنفس اللي بيجي من ناحيه جيجي. ما هو عشان كده البت دي كانت عامله عمل لابني ولما بعد عنها الحمد لله اتفك العمل خالص. يا سونا حرام عليكي البت شقيانه من يومها. شقيانه ولا مش شقيانه المهم بعيد عن ديبو. جاتك قوي يا ويكي لما يمزع ضلعيك يا وليه يا منافقه انت يا وليه يا عديمه الديمقراطيه يا ربراريه يا عديمه العداله الاجتماعيه يا من بواقي العهد الفائد والبائد يا وليه يا فله من فلول الفلافيل. انا فله؟ ايوه فله وفله طائشه كمان. قول يا عكاشة قول خلينا اسكتوا بقى خلينا نسمع الماموشية السهنية بتقول ايه. ما تيجي يا حلوة انت وتسيبك من المراية تعالي شوفي اختبار الحمل اللي جبتولك ده بيشتغل ازاي عشان اول ما يحصل تعرفي على طول. من بقك لباب السماء يا شوشو. بصي لما تبقى شرطة يبقى مفيش، لما يبقى هنا كده اهو شرطتين يبقى حصل. شرطتين ان شاء الله. خدي في واحدة هنا جديدة وصيت لك دكتور ايه زي القمر اول ما يحصل هيتابع معاك ان شاء الله. يخرب بيت اهلك دكتور ايه؟ انت عايزه ميمي يقطعني وبعدين يعني يا اختي كفايه عليا امي وامك. امي وامك كفايه عليهم عكاشه اللي حاسلهم دماغهم خلاص. وانت كمان اللي حسيتي نفوخي من ساعه ما جيت. قومي يا شوشو لازم نروح لجيجي عيب اما نسيبها في يوم زي ده يا اختي. الصراحه مش حاسه ان انا عايزه اروح خالص. بقول لك ايه يا شوشو اخوك يا اختي اللي رماها. لا اخويا ما رماهاش. اخويا زي اي شاب ظروفه صعبه كان عايزها تستناه شويه ما غلطش. تستناه قد ايه يا روح امك لحد ما يبقى عندها 40 سنه؟ قوم يا بت وبعدين ما تدخليش نفسك بينهم هم حرين مع بعض انت مالك انت. وهي لما تاخد راجل قد ابوها حره؟ كل واحد يتعلق من عرقوبه يا اختي مالكيش دعوه. وبعدين عيب عليكي ده احنا اخوات عيب اما تقولي كده. ها هتيجي ولا قوم انا؟ محبك الحمد لله على السلامة. وحشتيني. أنت كمان وحشتني أوي. ما تسيبنيش تاني. عمري ما هسيبك. عمري. أنا هحطك في أوضة وأدرس عليك. على قد ما كنت فرحان إني عايز أسافر. على قد ما كرهت الإحساس ده. صعب أوي إنك ترمي سنين عمرك كلها ورا ظهرك تبدأ من اول وجديد. مفيش شك ان في حته مني كانت زعلانه هناك
كنت عايزه افضل، بس ما تقلقيش، الحته الكبيره اللي جوايا كانت فرحانه، كنت عايزه ارجع مصر. مصر وحشتك قوي. وحشتني. انت كمان وحشتيني قوي. اول حاجه فكرت فيها وانا خارج من المطار ان اجي لك على هنا، كنت بقول يا رب يا رب يا رب لما اروح على هناك الاقيها موجوده اشوفها. كنت هزعل قوي لو ما لقيتكيش موجوده. اقول لك حاجه؟ قولي. كنت عارفه انك جاي. حاسه السادسه بقى. أنا كده رجعت مصر. حاجة سنة. تمم عليها. أنتوا ما تممتوش عليها؟ تمم عليها إزاي؟ أنتوا قلتوا عايزين واحد اتنين تلاتة، عملنا لكم واحد اتنين تلاتة. يعني؟ ما اتفرجتوش على الحاجات اللي أنتوا جبتوها. الله، وإحنا نتفرج عليها بتاع إيه؟ وبعدين لما مؤاخذة شايفنا يعني مهندسين كمبيوتر عشان نعرف نفتح الحاجات دي. طب والولد عملته معاه ايه؟ واد مين؟ وفي 100 واد؟ امجد. اه لا ما تقلقش ظبطناه. ايوه ظبطته ازاي يعني؟ يعني الحاجه قدامك تفتكر ان احنا دخلنا وخرجنا والواد لسه صح سليم زي ما قال لك كده ظبطناه. الجنرال قال تعجزوا، حصل ولا ما حصلش؟ واحنا قلنا ما بقاش لينا في السكه دي خلاص. امال بقت سكه مين يا يوسف؟ سكه اللي غاويه، واحنا خلاص ما بقيناش غاويين. يعني انتوا مصممين تزعلوا جنرال مع انكم عارفين زعله بيبقى عامل ازاي؟ اسمع يا سن، احنا لا عايزين نزعل الجنرال ولا نزعل نفسنا. واذا كان على التعجيز والتخليص فعنده بدل الراجل 100، ولو على الواد انتوا عارفين طريقه وسكته وتعرفوا توصلوا له كويس كده. اوكي يا جو، يوصل له الكلام ده. سلام. شرفتنا يا شيمي بيه. ده انا اتشرفت. امال العروسه فين؟ في اوضتها وجايه حالا. سعيد بمعرفتك يا عمار. ده احنا اللي في سعاده، ربنا وحده اللي يعلم بيها. احنا في ديك الساعه لما ناسب واحد زي سعادتك دي بالدنيا كلها. الله يخليك يا عمار. الشيمي بيه اخ عزيز قبل ما يكون صديق ابو جيجي. احنا كنا سوا في مدرسه زمان، وبرضه العشره خدتنا سوا لغايه دلوقتي، بس انا اصغر منه. هو اللي بيقول كده. جرى ايه يا امال؟ هو ده وقته يا اختي. يا وليه بطلي نكد بقى يا وليه. غصب عني يا جماعه افتكرت نصه. وبعدين معاكي بقى، صلي على النبي، صلي على النبي يا اختي، احسن بعدين تيجي تسمع وتبقى حكايه. عليه الصلاه والسلام. اقول لك ايه يا سونا؟ ايوه. الراجل الحلو القمر اللي قاعد قدامنا ابو شعر الرزي ده، هو اللي عليه هبه وفرستيش كده يعني، ده يبقى مين؟ ده العريس. هيتجوز مين؟ العروسه. بس قمر، ايه رايك في الفستان يا شيماء؟ حلو قوي ما شاء الله، وشكله غالي. الا غالي ده بتمن بيت في الحاره هنا يا بت. انت عارفه اصل الشيمي بيحبني قوي ما بيستناش اشاور بس على اي حاجه يجيبها لي حتى لو كانت بمليون جنيه. ربنا يخليهولك. حنين ولا ايه يا موحى؟ طبعا شكله حنين وبيحبك كمان. ودافيان هيفطرني في حته ويغديني في حته، وقال ايه هيعشيني في بلاد بره، هينسيني القرف اللي عشته. واهم ميزه فيه بقى انه حنين وجدع، ما يعرفش الغدر، مش زي ناس هناك. شفتي مش قلت لك ما كانش لازم اجي؟ هتقعد تقطم فيا كده طول الليل. تقطم في كده ايه يا بنت؟ عيب احنا اخوات. انت في حاجه مضايقاكي يا شيماء؟ لا مصدعة، هطلع اشوف حاجة للصداع. ألف مبروك يا جيجي. الله يبارك فيك يا اختي. ربنا يتمم بخير. شكرا. مالكيش حق يا جيجي، عمالة تقطمي في البيت من ساعة ما جت. هو أنا قلت حاجة خالص؟ نعم يا روح أمك، ده أنا عجناكي وخبزاكي. شيماء مالهاش دعوة، بتدخليها ليه بينكم؟ غصب عني. وبعدين يعني أنا بحب شيماء، بس أنا جوايا قهر يهد جبال، واللي عمله ديبه فيا مش شوية.
طول عمري فاكره ان انا وهو هنبقى لبعض، فجاه سافروا بعض ولا حتى عبرني بالتليفون. تيبو دبحني يا موحى. دبحك ده ايه يا بت؟ طب ده انت والنعمه احلى عروسه في حتتنا. بس اوعي تعيطي، بصي لنفسك في المرايه شوفي الحلاوه. قومي يلا قومي صحي وفرفشي كده، الليله ليلتك. شاف الزغاريط؟ لسه في الزونة يعني ولا ايه؟ سيبه مريح، قوم افرحوا يا ابني. يعني البت دي مش كانت بتاعت ديبو؟ تاخد منه كده عادي يعني؟ ديبو جدع يا ابني، ما حدش يعرف ياخد منه حاجة غصب عنه. حق ربنا بقى هو اللي سابه. يعني كانت عايزة تعمل ايه؟ تقعد جنب الحيطة وتستنى بسلامته؟ ده بقى يوسف اللي كنت بكلمك فيه. يعني انت شايف اللي بيحصل ده صح يا عم ياسين؟ ما قلنا حقها. الله، وما دام حقها ما رحتش تبارك ليه زي المقدس مراه؟ عشان ده ابن اخويا يا زكي، لو رحت هبقى بصغره وبخليه مش قد كلمته اللي قالها لها. اما النسوان بقى لما تروح تزغرط وتزير، هم في الاخر نسوان. يلا يا السلام عليكم. السلام. سلام يا عم ياسين. والله وبيضالك في القفص يا بنت امال. عم ربنا يسهلها، هي مش بيضلها لوحدها يعني. طبعا بيضلها هي وامها وابوها المقشف كمان. بكره تجيب عيل بقى ويقش كل حاجه. تجيب عيل بتاع ايه يعني؟ مفيش الكلام ده، مفيش عيال. الراجل هيتجوزها شويه يفرح وخلاص. في ايه يا ميمي؟ يا عم اهدى، في ايه؟ مالك لقيت كده ليه؟ ما لقيتش يا عم ولا حاجه، بس ملوش لازمه الكلام الهزي على بالليل ده. مش هتروح ولا ايه؟ نروح فين؟ فرح جيجي. وانت عايز تروح ولا ايه؟ احنا مش رايحين. لا اروح فرح ايه، ماليش انا في الجو ده خالص. امال بتنط كتير ليه حبيبي؟ يا ابني يا وسام.